بمناسبة شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه، تم تسليم الدار رقم 37 من قبل خدام الإمام الحسين في مؤسسة مالك الأشتر. يد تحيي شعار أهل البيت ويد تخدم الفقراء والمساكين. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعملوا الخير فإن قليله كثير وصغيره كبير. فشكرا لكل من ساهم في هذا العمل المبارك، شكرا لجميع الأخوة المساهمين، ولا يريدون منكم سوى قراءة الفاتحة والدعاء لهم ولأمواتهم، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. صادق دم شالت عيني يا شيعة مصاب يبكيني، يم قبر وياه يوديني، يم قبر وياه يوديني. صادق دم شالت عيني يا شيعة مصاب يبكيني، يمقبر وياه يوديني، يمقبر وياه يوديني. على الصادق أوين ويا دموع سيد شعبه، ما اسمومي وأبد ما ينسي مصابي. أتمنى أقصده وأقعد بابه وأبكي على القبور واشتي من يترابه، أبكي وما يبرد دلالي، ترخص دمعات الكل غالي، ما يخلص حزن وللتالي، ما يخلص حزن وللتالي. صادق دم شالت عيني يا شيعة مصاب يبكيني، يمقبر وياه يوديني، يمقبر وياه يوديني. غريب يومين هدي مقابره، خلى قصتي وبكي القلب جامري، باب المحتريق ذكرني بي الزهري، جارحي مصيبتي ماضي بعد يبري، شحال الضايق طعم الغربة، صعب وأصعب من الصعب، لا راية ولا يملك قبة، لا راية ولا يملك قبة. صادق دم شالت عيني يا شيعة مصاب يبكيني، يمقبر وياه يوديني، يمقبر وياه يوديني. أبو الكاظم